السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الكورس بتاع Research Tools and Methods. هنتكلم في توبيك جديد هو إزاي إن إحنا نستخدم اللاتكس في الإيديتنج الأرتيكلز أو نعمل حتى بي بريزنتيشن. دي الأجندة بتاعتنا النهاردة: Introduction to Latex, The Basics of Latex, Mathematics, إزاي أعمل Figures و Tables, The Course Reference, البيوغرافي يوزنج باي بيكس، وفي الاخر خالص ازاي نعمل برزنتيشن يوزنج ايمان. لاتكس ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن سيستم بستخدمه ل تايب سيتنج للديكومنت، اجمع بيه الديكومنت اكتبها في فورمات معينة بطريقة سهلة وظريفة ما تتعبنيش. طبعا هو مش اسهل من استخدامه للوورد، ولكن لما بستخدمه في الساينتفك ارتكلز او البيبرز المتخصصه هو بيبقى عنده التمبلتس جاهزه، فجاست ان انا بعمل اديتنج للديكومنت دي واقدر اعمل بعد كده كومبايلنج او رانينج واجنريت بي دي اف فايل. طيب لاتكس ده جاي منين؟ بيقول لك بينطق يا اما لاتك يا اما لاتك، ليتك يا اما لاتك، يعني يا بالكسر يا بالفتحة، ليتك أو لاتك. طيب زي ما احنا قلنا ان انا بستخدمه عشان اقدر اجنريت هاي كواليتي تكنيكال او ساينتفك دوكيمنت. زي ايه؟ زي الارتكل، زي البوكس، زي السيسز، زي التكنيكال ريبورتس. واقدر زي ما هنشوف اخر برزنتيشن النهارده اعمل بيه برزنتيشن حاجه كده عامله زي الباوربوينت. طيب هل لاتكس ده ديديكيتد او مخصص او حكر لانفايرمنت معينه او بلاتفورم معين؟ لا، ممكن استخدمه اندر ويندوز، لينكس، ماك، اي اوبريتنج سيستم. اهم حاجه ان احنا هنركز عليها ازاي الكونتنت بتاع الديكومنت والفورماتنج بتاعته هيتم وزن اللاتكس. طبعا اللاتكس ده ايه؟ فري اوف كوست، يعني مش بدفع له فلوس. البيزكس بتاعت اللاتكس: اول حاجه الفايل نفسه او الانبوت فايل اللي هو بلين تكست ده هيبقى الاكستنشن بتاعه .tex. الانبوت فايل بتاع التكست ده هيحتوي على ايه؟ على حاجتين: الكونتنت نفسه، الديكومنت نفسها، الكلام اللي فيها، والكوماندز الخاصه باللاتكس. لانه زي ما احنا عارفين ان اي حاجه هتبقى عامله لها الكوماند بتاعها اللي اكتبه بيه. طيب الفاينل اوتبوت بقى بعد ما بخلص ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى بديله امر ان هو يجنريت بي دي اف فايل، هو ده اللي بعته للجورنال او للكونفرنس اللي عاوز يحكم الساينتفك ديكومنت او بيبر بتاعتي. السبيشال كاركترز اللي هي زي الهاش والدولار ساين والبرسنتج والباور والباو والاند والاندرسكور وكل الحاجات دي ممكن استخدمها في الديكومنت عادي بتاعتي. ايوه، بس لازم اضيف قبلها باك سلاش. ليه؟ لان ما هنشوف قدام شويه السنتكس، اصلا معظم السنتكس، مش معظم، هو كل السنتكس بتاع اللاتكس بيبتدي باك سلاش. عايز بقى تظهر السبيشال كاركتر دي بما فيهم الباك سلاش، لازم تسبق بيه بباك سلاش اخرى. تمام. طيب هنا بيدينا مثال اهو، عاوز يظهر هو في الاخر الدولار ساين فسبقها بباك سلاش، عاوز يظهر علامه البرسنتج النسبه المئويه سبقها بمين؟ باك سلاش. الخلاصه اي سبيشال كاركتر عندك لازم تسبقه مين؟ باك سلاش. طيب الكوماند نفسه لسه مش هنقوله. طيب نكمل. معلومه تانية برضو نعرفها على جنب هي مين؟ ايه اخبار السبيس او البلانك او التاب؟ طبعا عارفين احنا الفرق ما بين الوايت سبيس والتاب. وايت سبيس بتبقى تسيب مسافه واحده فاضيه، التاب اللي عندك على الكيبورد بتسيب even number of spaces، يعني 2 4 6 8. كل دول بيعتبرهم اللاتكس هي وان سبيس، يعني حتى تمام زي المثال اللي هنا دوت كده قدام حضراتكم. it doesn't matter whether you enter one or several، وشايف سايب كام سبيس وبعد كده spaces. اما جه في اللاتكس اهو يرن او يشوف رن الاوتبوت ده، بص اللي حصل، شايف كام؟ حوالي سايب 6 ولا 7 سبيسز في الحته دي اللي هو ما بين كلمه several وسبيس. هنا هو ايه؟ مفيش، هي سبيس واحدة بس. دي أول معلومة. طيب تاني معلومة، عايز أفصل ما بين الباراجرافز أو عايز أني باراجراف، إيه نهاية الباراجراف؟ إن أسيب سطر فاضي. إيه ده إيه ده؟ يعني الإيمتي لاين هنا أو شايفين السهم ده أنا سايب سطر فاضي ما بين تو تكست،
ده معناه كده على طول اند اوف مين الكرنت باراجراف اللي انا فيه. انا كنت في الباراجراف اللي فوق ودوست انتر او ام نيو لاين، يبقى كده ايه ان امتي لاين بتوين تو لاينز اوف تكست، ده بيعرف الاند اوف باراجراف. يبقى ده اللي فرق، ده باراجراف واللي تحت ده بي باراجراف. ولذلك الباراجراف اللي هو بيبتدي بكلمه it doesn't matter ده باراجراف فضل واقف لحد مين اخر اهو كلمه after award اهي. بعد كده ابتدى باراجراف جديد اللي هو ان امتي لاين ستارت توز نيو باراجراف، امتى؟ لما ساب هنا اهو بالاحمر اهو، شايف ايه امتي لاين سطر فاضي. ماشي يا شباب، نبتدي هنا بقى نتكلم على الكوماندز بتاعة اللاتكس في حد ذاتها. الكوماندز دي زي ما حضراتكم شايفين هنلاحظ فيها حاجة ظريفة أوي. أولا كل الكوماندز بتبتدي بباك سلاش، وده يفسر لنا ليه ما عاوزنا نظهر أي سبيشال كاركتر من سلايدين فاتوا لازم أسبقه بمين باك سلاش. تاني حاجة بيحط ما بين فتحة القوس وقفلتها الحاجة يا إما الفاليو أو الأوبشنز على حسب الموجود. طيب نفهم كده ايه اللي بيحصل. ده كده زي ما حضراتكم شايفين، ده الجزء اللي فوق ده اللاتكس كود مع او اللاتكس كوماند مع مين؟ مع الكونتنت. والجزء اللي تحت بيمثل مين؟ الاوتبوت بتاع الرنه دي. لو بصينا كده زي ما حضراتكم شايفين، اول ما عايز اكريت ارتكل جديده اللي هو كده فايل نيو في اللاتكس اللي هو اللي قلنا الانبوت فايل ده والكوماندز بيبقى الاكستنشن بتاع الفايل بتاع دوت تي اي اكس، بيعمل لي الحاجات دي اللي هي باك سلاش دوكيمنت كلاس تمام، ونوعها ما بين فتحة القوس وقفلته اللي هي دي ارتكل. بعد كده التايتل بتاع الارتكل دي هيبقى عبارة عن ايه؟ عمل باك سلاش وتايتل، ده الكوماند نفسه. كل اللي بالبلو ده يا شباب اللي واخد لون الازرق ده عبارة عن مين؟ اللاتكس كوماند اللي ما بين الاقواس ده، يا اما اوبشن يا اما الفاليو نفسها اللي هتظهر زي ما احنا شايفين. ماشي، اول حاجه التايتل بتاع الديكومنت دي اسمها اي سبيس بيزك سبيس لاتكس ديكومنت. شايفين التايتل ده هو ده اللي ظهر هنا. ثانيه واحده احول البوينتر للليزر اهو، شايفين ده اللي هو بيزك لاتكس ديكومنت هو ده التايتل اللي نزل هنا. بعد كده الاوثر بتاع الارتكل دي مين؟ بي سبيس اس سبيس مهند و بي اتش دي. بي اس مهند ده ظهر هنا في الاوتبوت اما جيت اجنريت البي دي اف فايل. بعد كده الديت الديكومنت دي اتكريتد امتى؟ جولاي 2013 او 2013 ظهر. طيب الكونتنت بقى او اللي هو الجزء الاولاني ده اللي هو يعتبر ابستراكت، يعني عمل ايه بقى بعد كده؟ عمل باك سلاش بيجن ده الكوماند نفسه وحط ديكومنت. هبتدي بقى اكتب النص ديكومنت نفسها. امال ايه كل اللي فات دي؟ انفورميشن الخاصه بقى بمين، التايتل، الاسر، الديت، كل الكلام ده. بعد كده عمل سلاش ميك ايه تايتل. بعد كده ابتدى يكتب ايه دوكيمنت بريبريشن يوزنج لاتكس از ويل ستادي وين بلا 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 بلا. كل ده هو اللي ظهر فين؟ في الباراجراف ده. تمام، طول ما كتبش سطر فاضي، طول ما انا لسه فين؟ في ذا سيم باراجراف. جينا عمل في الاخر خالص ايه باك سلاش اند، وعمل اند لمين؟ للديكومنت. يبقى البيجيننج بتاع الديكومنت الكوماند ده والاند بتاع الديكومنت اللي هو ما بين دول هو ده مين؟ الباراجراف او التكست اللي مكتوب. طيب هيبتدي بقى يتكلم على حته حته في يعني الشكل اللي فات او السلايد اللي فات كان بيتكلم بشكل عام عن كتابه ارتكل. تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو باك سلاش ديكومنت كلاس كوماند ده بيحدد التايب بتاع الديكومنت. طيب هو في تايبس تانية؟ احنا شفنا ايه كاتب هنا، نروح تاني للسلايد اللي فاتت، كاتب باك سلاش ديكومنت كلاس وكاتب وزن البريسز او الاقواس كلمة ارتكل. لا، في اوبشنز مختلفة ممكن العب فيها اللي هي كلمة كلاس واوبشنز. اول حاجة الكلاس ممكن يبقى ارتكل زي ما اختار، ممكن يبقى ريبورت، ممكن يبقى بوك، ليتر، اي تربل اي ترانزاكشن، في حاجات كتيرة ممكن في نقط اتسترا. يعني اوبشنز اللي عندي وحجم البيبر اي 4 بيبر 11 بوينت بي تي 12 بوينت 10 بوينت وهكذا تو كولمز. كل دي اوبشنز اقدر اكنترول فيها واتحكم فيها، اتحكم في الفونت وشكل الورقه نفسها. بندي اكزامبلز اهوت للحاجات دي. ممكن اعمل ايه؟ باك سلاش ديكومنت كلاس، اتفقنا ان اي كوماند
تبع اللاتكس بيتسبق باك سلاش وبكتبه مفيش سبيس لو اكتر من كلمة وكله سمول ليتر، وهنا كتب ما بين ايه دبل كوتيشن الفاليو نفسها نوع الحاجة ارتكل. برضو عمل باك سلاش دي كومنت كلاس، قعد يلعب في اوبشنز ان الفونت يبقى 12 بونت ونوع البيبر A4 بيبر، وهيكتب مثلا ريبورت مش ارتكل. تمام، ده اكزامبلز مختلفة يعني، ده مثال وده ايه مثال تاني. في برضه كوماند تاني كان مكتوب له اسمه يوز باكج، استخدم الباكج. باكج دي عبارة عن زي لايبراري او اسم معينة، عشان الباكج دي بتضم حاجات فانكشنز او كوماندز تانية حضرتك ممكن تستخدمها. اكزامبل زي الباكج دي ما هي او الاوبشنز ده، في اي ام اس ماس، في جرافيكس، في مالتي رو، في كلر، في حاجات كتير قوي. كل باكج من دول فيها مجموعة أوامر، فيها مجموعة بروبرتيز تقدر تستخدمها وانت بتكتب الديكومنت بتاعتك. examples اهو، عمل باك سلاش يوز باكج ام اس ماس، دي عشان الماثيماتكس اوبريتورز كل عمليات الحسابية. عمل باك سلاش يوز باكج استخدم الجرافيكس، دي عشان ينكلود الجرافيكس فايلز زي الفيجرز والجرافز والحاجات المختلفة. طيب لقينا برضو من ضمن الكوماندز الموجودة في أول ديكومنت خالص في الفايل المجمع أو الأرتيكل ده، حاجة اسمها إيه كوماند باك سلاش بيجين وديكومنت، وبعدها كتب الباراجراف أو التكست اللي هو ده بتاع البيبر نفسها، بعد كده عمل اند ويز كوماند باك سلاش اند ديكومنت. التكست اللي في قلب الديكومنت ممكن اعمل لها كومنت باستخدام مين البرسنتج، يعني لو عايز استخدم او اعمل كومنت على حاجة، طبعا حضراتكم عارفين يعني ايه الكومنت، اللي هو تعليق معين، بستخدم مين علامة البرسنتج. طب لو عايز اظهر بقى او اظهر البرسنتج دي وزن التكست نفسه، بس بقى بايه بالظبط، بباك سلاش. سيكشنز والسب سيكشنز كتير جدا، مثلا واحنا بنكتب بيبر عاوزين سيكشن 1 انترودكشن، سيكشن 1.1 ميثودز، سيكشن 1.1.1 ماتيريالز، كل ده بعمله ازاي اللي هو السيكشنز والسب سيكشن. بشكل عام الكوماند نفسه بكتبه باك سلاش سيكشن، وما بين الاقواس دي التايتل نفسه زي كلمة انترودكشن. السب سيكشن بكتب باك سلاش سب سيكشن وبعمل تايتل، سب سيكشن تاني نفس الكلام وبعمل ايه تايتل. ده بقى مثال اهو بيوضح لي، او هو طبعا ابتدى بديكومنت كلاس نوع الديكومنت بتاعتي ارتكل، ابتدى يكتب الديكومنت، ابتدى يعمل اول سيكشن لو انتروداكشن فخد رقم واحد، بعد كده كتب يعني جوه زي باراجراف او بدايه لاين سيكشن نمبر از دان اوتوماتيكلي باي لاتكس، بعد كده عمل سب سيكشن تاني فعمل باك سلاش الكوماند نفسه اللي هو بالازرق سب سيكشن الفاليو نفسها اللي هي كلمه ميثودز اللي هو التايتل نفسه فظهر كلمه مين ميثودز، بعد كده اللاينز بتاعته نو نيد تو سبيسيفاي بيجين اند اند كوماند فور سيكشنز اهوت، بعد كده عمل ايه سيكشن ان كوماندز ار فيري يوسفول، خلاص دي ده مين دي الماتيريال، الماتيريال ده سب سيكشن اخر. بس خد بالك واحد يسأل سؤال، ايوه ايه اللي خلى ماتيريال تبقى سب سيكشن من ميثود مش سب سيكشن من انتروداكشن؟ يعني بدل ما بوينت واحد بوينت تبقى بوينت دوت سوري 1.2، ايه اللي خلاها بوينت دوت سوري 1.1.1 سب سيكشن من اللي قبله؟ عشان انا الكوماند نفسه في سب سيكشن، يعني اتنين صبين، يعني خلوا لي سب من السيكشن اللي ايه اللي قبليه وهكذا. خلصت بعمل اند لمين للكوماند. طيب في بعض الاحيان بعوز اعمل ليستنج، ليست دي يعني عندي زي المنيو كده، ما تروح اي ريستوران او كافيه ويعرض لك الايتمز اللي عنده او كده. الليسته دي بتبقى لها شكلين، يا نمبرد يا ان نمبرد. هنا هنتكلم على الان نمبرد والنمبرد، فده اللي اسمه ايه ايتمز ايتمايز. الايتمز الايتمايز ديت بتبتدي بقول بيجين ايتمايز واند ايتمايز، وما بينهما ببتدي اكتب الايتمز بتاعتي او السطور اللي عايزها تتعمل في صورة لستة، والليستة دي في صورة بولتس. شايفين البولتس ده الاوتبوت اللي تحت ده اللي هو اتش ليست
item is marked with a label اللي هو الدايرة اللي قبلها دي، ادي item ادي list ادي سوري ده line وده line وده line. ببتديه بالكوماند كل واحد فيهم باك سلاش ايتم، وببتدي اكتب الكلام اللي انا عايز يظهره هنا نفس الكلام باك سلاش ايتم، وابتدي اكتب الكلمه او الاكتر من كلمه وهكذا، وبفتح الايتمايز دي او بقفلها من خلال بيجين وايه واند بار. طيب عايز اخليها نمبر، بدل ما اشتغل على ايتمايز هشتغل على انموريد. انموريد ده بيجين انموريد واند انموريد، وبرضه ببتدي او بستخدم الكوماند اللي اسمه باك سلاش item قبل اي سطر اكتبه. فما قلت باك سلاش item ذا item labels and بلا 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 بلا، عملها لي number رقم واحد ذا item labels in an enumerated list are numerals or letters. نفس الكلام تاني واحد في الليست، a list should have at least two items باك سلاش item هنا ظهرت لي two رقم two. يبقى الخلاصة الجزء اللي فوق ده هو يعتبر اللاتكس كود، واللي تحت ده هو run على الفايل البي دي اف. ده مثال بقى لمين؟ لديسكريبشن ليست، اللي هي بقى ايه، ببتدي بقى اتكلم على مثلا حاجات معينة وببتدي اعمل ديسكريبشن ليها او وصف ليها. مثال طبعا الجزء اللي على اليمين ده هو الاوتبوت، وده الجزء اليمين اللي على الشمال ده هو اللاتكس كود. اعمل باك سلاش بيجين وديسكريبشن، وفي اخر سطر باك سلاش اند وديسكريبشن. جوه بقى هنا بعمل ايه؟ باك سلاش ايتم ادي اول نوع اهوت في الليسته، كتب سبيشيز 1 مان يعني هنتكلم على نوع البني ادمين، سبيشيز 2 انيمالز النوع الثاني الحيوانات، سبيشيز 3 اللي هو مين بيردس اللي هو الطيور وهكذا. طيب عاوز بقى يبتدي بقى مين ديسكريبشن، فقال بيجن ديسكريبشن. الله 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 الله، ايه بقى بيجن ديسكريبشن دي؟ بقى كده سب ليست من الليسته الاولى، تمام؟ فبقت من البيردز من الطيور قسمها لسب كاتيجوريز، فبقى خد ليبل A الاولاني والتاني مين B. A فلاين دي الحشرات، ونون فلاين اللي هي الزواحف مثلا زواحف او اي حاجه. اوكي في حاجات من البيردز بتطير وفي طيور ما بتطيرش، زواحف ايه سوري، يبقى في الطيور في النعامه مثلا ما بتطيرش، لكن العصفوره الحمامه كل ده بي ايه بيطير. طيب عمل ان ديسكريبشن، يبقى الجزء ده لوك ده كده كانه سب ليست من مين؟ من الليست الاخير، وكمل بقيه الليست اللي هو السبيشيز ايه ريبتايلز وهكذا. ماثيماتكس، حبيت احط او اكتب في اللاتكس ماثيماتيكال ايكويشن، في طريقه ازاي ابتدي اكتب رايت فورمولا؟ في بعض طبعا الاوامر اللي انت هتعرفها تباعا، مثال فورمولا زي دي اللي هي الفا ايكوال ان ديفايدد باي 2 مالتبلايد باي مين ابس، حاجه زي كده تتكتب ازاي؟ كوماند نفسه باك سلاش الفا، طبعا لازم تستخدم الباكج اللي هي بتاع ماثيماتكس، وايكوال هتتكتب ايكوال ده بسط ومقام يعني فراكشن، فالكوماند نفسه باك سلاش فراك اللي هو فراكشن، البسط النمونيتور كتبه ان حطه في اقواس، والفاليو التانية اللي هي مثلا 2 حطها في قوس تاني. عايز علامة الفي او الضرب، ده الكوماند نفسه باك سلاش تايمز، والابسون دي باك سلاش اكس ار. دي ايكويشن، الايكويشن التانية السمشن. طيب الامر نفسه بتاع السبمشن اسمه باك سلاش سم. طيب السبمشن ده له سبسكريبت تحت وسوبر سكريبت فوق، السبسكريبت اي ايكوال 1 فده حط اي اندر سكور، فكده تفهم ان ده تحت اي ايكوال 1. الاس او اللي فوق اللي هو عمل علامه الباو اللي هي السته دي عندك على الكيبورد شيفت وسته، وحط ايه ان. السبمشن لمين؟ للاي، فكتب اي ايكوال ايكوال مين؟ دي برضه شرطة كسر يعني هكتب باك سلاش فراك فراكشن. الفاليو الأولى أو البسط هو عبارة عن ان مالتبلايد باي ان زائد واحد، فكتبه في أقواس، والقوس التاني هو عبارة عن ايه مقسوما على الاتنين، تمام؟ الكويشن التالت اللي هو بتاع الكوادراتيك ايكويشن جذر المعادلة التربيعية، اكس ايكوال باك سلاش فراك فراكشن ماينس بي بلس او ايكوال، فده باك سلاش بي ام بوزيتيف نيجاتيف باك سلاش اس كيو ار تي اللي هو السكوير روت الجذر التربيعي بي سكوير، فعملها بي 2 تو ذا باور 2 ماينس 4 اي سي، وقفل الاقواس وحط 2 اي في اقواس لوحدها على اساس دي هي الدومينيتور او المقام. ده بالنسبه لكتابه الفورم. ان جنرال لما باجي اكتب ايكويشن وزن التكست تمام وعايز تاخد ارقام وكده، بكتب بيجين ايكويشن واند ايكويشن وبحطها وزن دولار. الكلام ده ازاي هنشوفه دلوقتي اهو، ده مثال اهو.
This is a text style وحاطط كولون وبعدين حط ايه دولار وعمل ايه لم اللي هي طبعا باك سلاش لم اللي هي limitation underscore n عشان يتكتب ايه الانفينيتي دي to infinity وبعد كده السم السميشن بتاع كي بتساوي واحد اهيت والباور ان بعد كده الفراكشن بتاع واحد على كي تربيع بعد كده مش عارف ايه لحد مين الستة وهعمل عملية مين الدولار عمل ابتدى الايكويشن بدولار ونهاية مين بدولار كده خدت رقم 3 بوينت مين 3 ماشي. فيجرز عاوز اعمل اشكال عشان اكريت فيجر ببتدي كل اللي تلاحظ هكريت دوكمنت هكريت فيجر هكريت ليست لازم بيجن واند ده الامر الاساسي فبعمل باك سلاش بيجن وبكتب فيجر واند وايه فيجر وهنا بقى في النص الكونتنت بتاع الفيجر اول حاجه مجموعه الاوبشنز دي الاوبشنز اللي ممكن الاقيها في فيجر اتش يعني هير اللي هو بليس فيجر هير حطوه لي هنا تي يعني توب اوف ذا بيج خلي الفيجر ده في التوب بي بوتوم اوف ذا بيج خلي الفيجر ده فين تحت الصفحه. طيب ناخد مثال يوز بستخدم الجرافيكس باكج اللي هي دي طبعا الامر نفسه يوز باكج وما بين فتحه قوس وقفلته بستخدم مين كلمه جرافيكس عاوز ابتدي فيجر بعمل بيجين فيجر وتحت اند فيجر عايز احط الصوره بتاعت الفيجر بقول له انكلود جرافيكس واحط ما بين فتحه القوس وقفلتها اسم الصوره بتاعتي اللي هو سنجل بلوت دوت جي بي جي الصوره اللي معروضه قدام حضراتكم دي. طيب عايز اعمل ايه بقى الكابشن اللي تحت الفيجر اللي هو زي مثال فيجر 3 2 سنجل بلوت اون جراف فعمل الامر نفسه اللي هو باك سلاش كابشن وكتب سنجل بلوت اون جراف وعمل اند طبعا لمين للفيجر. التيبلز نفس الكلام زي الفيجرز بالظبط لازم اعمل بيجين تيبل واعمل اند لمين التيبل في بقى بيجين تابيولر وفي اند تابيولر وهنا التيبل كونتنت كونتنت سوري برضه الاوبشنز معانا لسه زي ما هي زي ما خدناه من الفيجر اللي هو اتش حط ايه بليس تيبل هير التي اللي هو التوب اوف ذا بيج خليه التيبل ده في التوب والبي اللي هو بوتون اوف ذا بيج. طبعا التيبلز حضرتك عارفينها انها بتتكون مجموعه من الكولونز ومجموعه منين من الروز بيجين تابيولر وان تابيولر. هنا في مجموعه من الاوبشنز ممكن احطها زي ليفت جاستيفاي رايت جاستيفاي سي سنتر. الروز نفسها الاند دي بستخدمها عشان اسبريت تكست انزو كولوم يعني لو انا عايز اقول مثلا اول واحد احمد يعني عندي تيبل فيه الاسم والسالري والجوب فاقول احمد اند 12 اند انجينير الاند دي بتفصل لي ان اول قيمه دي تبقى في الكولوم الاول تاني قيمه في الكولوم التاني وهكذا. الباك الدبل باك سلاش دي اند اوف ذا نهايه ايه الصف. الباك سلاش اتش لاين ده هوريزونتال لاين اوف فوق تمام. ناخد مثال بقى التيبل عمل بيجين تيبل كتب اتش تي الكابشن اللي هيظهر على التيبل او اللي هو ايه اسامبل تيبل زي الاسامبل تيبل. باك سلاش سنترنج يعني ده في النص خليه في النص. بيجين تابيولر هيبتدي بقى ايه التابيولر ده تيبل ال سي ار ليفت سنتر رايت خلاص و اتش لاين. الهيدر بقى نفسه بقى اهوت اس 1 دوت نمبر اللي هو اند ايتم كده بيفصل الكولوم الثاني اند برايس يبقى ده الهيدر زي اس 1 اي وايتم وبرايس. بعد كده بقى الفاليوز القيم نفسها اللي هو اول ايتم واحد اول او اند فصلوا بين فصلوا بكام ب 10 وعمل ايه شايفين العلامة الأخيرة اللي هي 2 باك سلاش دي خلص رو نهى رو كل ما ينهي رو لازم يقفله باتنين ايه باك سلاش رو اللي بعده ابتدى باتنين اند بنسل اند 5 وعمل دبل باك سلاش رو اللي بعده الأخير 3 بوك اند 20 وقفل وقفل كمان اتش اي لاين وعمل اند مين للتابيولر وبعد كده ليبل ايتم تيبل وبعد كده ايه عمل اند تيبل تمام. كروس ريفرنس عايز اكتب بقى ريفرنس لاتكس بتبروفايز الكوماند بتاع الكروس ريفرنس من خلال ان انا اعمل ريفرنس على الفيجر ممكن او على التيبلز او على الايكويشن او على السكشن. الكروس ريفرنس كوماندز عندي باك سلاش ليبل وبكتب باك سلاش ريف ريفرنس باك سلاش بيج ريفرنس. الماركر اللي موجود في كل كلمه من دول ده طبعا ايدنتيفاير تشوزن باي مين اليوزر اليوزر هو اللي بيحدد.
ناخد مثال اهوت، ده التيبل بتاع المرة اللي فاتت. خلاص مثلا عايز وزن التكست يحط ايه ريفرنس، ماشي، فعمل ايه، كتب تكست اهو ذا ليست اوف ذا ايتمز اند ذير برايسز از شون ان تيبل، وعمل باك سلاش ريف، باك سلاش ريف اللي هو ريفرنس، وكتب مين ايتم تيبل. مين ايتم تيبل ده؟ بص هو الليبل ده اللي انت كاتبه فين في الكود هنا، تمام. فيشوف التيبل ده رقم كام، هيقول لك ايه والله ده هيبص ده تيبل 1، يبقى يكتبه لك في الاوتبوت تيبل 1. اون بيج في الصفحه وعامل باك سلاش بيج ريفرنس وايتم ايه تيبل في بيج 1 في الصفحه الاولى، وهكذا. البايوجرافي يوزنج باي تكست الريفرنس دايما بيحصل لها ستورنج في الفايل دوت باي فايل اللي هو باي تكست فورمات. الستايل ده بيستخدم مجموعة من الكوماند اللي خاصة أو بتبتدي بكلمة بايوجرافي ستايل، وبحط اوبشنز. اوبشنز دي ممكن تبقى بلين تكست، اي تريبل اي ترانزاكشن، ممكن فورمات بتاع اي مجلة تانية. بيكريت الريفرنس سيكشن ده بالبايوجرافي باي فايل نيم، والسيتيشن نفسه للريفرنس في قلب التكست بس بقى بكلمة مين باك سلاش سايت، وبكتب السايت كي. يبقى عشان انزل بايوجرافي فايل كامل اللي هو تفاصيل اللي هو التايتل بتاع البيبر واسمها و12 في مجلة فين، بستخدم الكوماند ده في السيكشن بتاع الريفرنس اللي هو باك سلاش بايوجرافي. وعشان اسايت جوه التكست نفسها بس بقى بكلمة ايه باك سلاش سايت. مثال اهو لدي ارتكلز، ده في البايب نفسه فايل ريفرنس بتتكتب الداتا دي كلها، اسم الارتكل نفسها، الاسر بتاعتها، التايتل بتاعها، الجورنال، الفوليوم، البيج دي، كل الانفورميشن بتاع الارتكل كامل. البوك نفس الكلام، البوك نيم، الاسر بتاعه، التايتل بتاعته، الاديشن، الببلشر، اللي ده مثال ازاي بسايت بقى. بقى قلنا الامر نفسه وانت جوه التكست عايز تكتب، بدل ما تقول ريفرنس واحد اتنين هتقوم باك سلاش سايت وتكتب اسم الريفرنس ده زي مودي داكن ار بي اف. بعد كده كتبت ايه تكست تكست تكست، عايز ايه تسايت اهو، عملت سايت تاني هايكن ان ان از وان ايه. طيب الاتنين دول بقى في البايبوجرافي نفسهم ادي ايه الريفرنس او الفول ريفرنس بتاعتهم كاملة، هنشوفها كمان شوية في السلايد اللي بعدها اهي، ادي الفول ريفرنس اهي. انما دي بقى التكست اللي بعمل لها كومبايل اللي فوق ده هيظهر بالشكل ده، كلمة سايت دي او باك سلاش سايت هتتشال وتحط ريفرنس 4، والباك سلاش سايت اللي هنا دي هتتشال وتحط ما بينها كلمة كام؟ 2. طب هو ميز ان ده 4 وده 2 ازاي؟ بناء على ايه؟ على جوه الاكواس، ده حاجة وده حاجة تانية. وصلت؟ طيب وده شكل البايوجرافي كامل اهوت اللي بيبقى كتب في سيكشن ريفرنس. هنتكلم دلوقتي على البرزنتيشن يوزنج بيمر. بيمر دي برضه تول تانية، والاتنين دول هنشوفهم دلوقتي لايف. دي بتقدر اكريت بيها برزنتيشن زي الباوربوينت، بستخدم كوماند سبوت زي بتاعت اللاتكس، اقدر اتحكم في اللاي اوت والكالر والفونت. بكريت ديكومنت كلاس، بدل ما بكتب ارتكل هنا كتبت بيمر. اليوز باكج نفس السيناريو، يوز سيم، سيم ده اللي هو الديزاين نفسه بتاع الباوربوينت. بيجين ديكومنت، بيجين فريم، اند فريم، بيعتبروا سلايد دي يعني فريم، واند ديكومنت. البيجين فريم دوت ده بقى اللي هو شكل اهو هيبقى عامل ازاي، حته من الكود يعني بتاعته. ديكومنت بيمر، يو سيم ده اسم السيم، وسو في سمات تانية، في السمات تانية اهي اللي موجودة في اخر السلايد دي كلها سمات، ممكن تكتب اي كلمة من دول وهتغير التمبلت. بيجين ديكومنت فريم، التايتل نفسه ماي فيرست سلايد هيتكتب هنا فوق، ذيس از ماي فيرست سلايد يوزنج بيم دي هتتكتب هنا، وقفل ايه الديكومنت. ده مثال تاني اهوت introduction to Beamer، وكتب برضو الداتا والانفورميشن. كل ده بقى يتعمل ازاي هنشوف دلوقتي. ثانية واحدة، ده مثال اهو الموقع ده اللي هو اسمه Overleaf، تمام. حضراتكم هتعملوا اكاونت عليه، بعد ما بتعمل اكاونت عليه انا عملت كل الحكاية بالظبط، فايل نيو بروجكت وسميته تيست، فتح لي ده. ايه ده؟ ده فتحولي مش ديكومنت انا شغال فيها. ابتدى له الكوماند اللي احنا شايفينها باك سلاش ديكومنت كلاس، وكتب لي ارتكل، اللانجوج ديفولت انجلش سبانيش. طيب احنا ممكن نشوفه مع بعض اهوت عشان نعمل الكلام ده، بس اجيبهم باك.
اهو ده البروجكت اللي لسه انا مكريته، هعمل له ايه ديليت. اقول اعمل ايه بعد ما عملت اكونت؟ عملت لوجن. انا دلوقتي عامل لوجن بالحساب بتاعي انا على فين، على اوفرليف. هعمل نيو بروجكت اهو، خلاص سي، اختار بلانك بروجكت اسميه مثلا تيست، اقول ايه كريت اهو، شوف اللي هيحصل. عمل لي فايل او مين دوت تكست، وابتدى يعمل ايه، يوز باكج، وكتب لي الحاجات الاساسيه. الاول هنا انا ممكن اغير واعمل لي كومبايل بدل انتروداكشن. هل خلاص واعمل لي كومبايل هنا، هيظهر هنا في البريفيو بدل كلمه انتروداكشن. هل تمام؟ ممكن اعمل نيو بروجكت تاني. فين سوري، نيو، لازم اعمل باك. واو، اعمل اب، هعمل نيو بروجكت اكزامبل بروجكت. تقريبا هو دي اللي انا عملتها تيست، انا اشتغلت على اكزامبل اللي هو كان البيبر اللي كانت مفتوحه دي. بعمل اكزامبل بروجكت اهو، ده بقى شكل بيبر كامله، ده اللي انا عايز اوريهولك. بص، ادي يور بيبر، انت يو ده اللي هي بياناتك، الديت اللي اتكريتد فيه، الابستراكت، الانترودكشن، ال ال، وفي صورة بتاع الفرج الضفدعة ديت، وفي كل حاجة وإيكويشن، كل ده تقدر تعدل فيه. كل ما بتقف هنا وتسلكت بيجيب لك الكود هنا. طبعا هتلاحظ كل الأزرق ده كله هو ده مين، الكوماندز بتاعت اللاتكس، وهنا دي الفاليوز بتاعتها. فده الديكومنت كلاس، تقدر تغير أي حاجة أوتوماتيك فين تسمع، أول ما تعمل مين ريكومبايل. ماشي يا شباب؟ فمثلا نشوف ايه كلمة يور بيبر فين، ونختارها من هنا. لا ده اختار الصورة فين هنشوفها. اهي يور بيبر، خلاص مثلا اختارها مثلا ايه، انيو تكنيك مثلا ايه، الاوسز مثلا. طب انا غيرت، اول ما بعمل ريكومبايل على طول ده هيتابديت. نيو تكنيك فور اي اي، الاوسر محمد طه، الابستراكت، تقدر تحط هنا طبعا ايه التكست بتاعتك، وده مين الانترودكشن، يعني اي تعديل تقدر تعمله هنا. ماشي؟ طبعا الصورة هي زي ما انت شايفها، اللي هي دي صورة الفرج الضفدعة، ده التكست اللي قلنا فيه الكوماندز بتاعت اللاتكس، وكمان مين، ها الكونتنت بتاعك، والسامبل دوت بايب ده اللي هو فيه الباراجرافي اهوت، اللي هو ده ريفرنس اهو، الاوثر والتايتل ودير، كل حاجة زي ما شفناها مع حضراتكم في البرزنتيشن. شكرا لحضراتكم، بالتوفيق، سلام عليكم.